أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجر الأسود هو يد الله في الأرض، فمن استلمه فقد استلم يد الله. قال كذا، قال يمين الله في الأرض، هو يد الله، يمين الله في الأرض، بمعنى أنه مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله ليس منه شيء في الأرض من ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فكأنما صافح الله، يعني تشجيع، ما قال فقد صافح الله، قال فكأنما، هذا للتشبيه، الله جل وعلا ليس من ذاته شيء في الأرض، نعم، أين هذا من باب التشبيه، نعم.